السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وتلاميذ الصف السادس. مادة اليوم هي مادة الاجتماعيات للصف السادس الابتدائي، معلمة المادة صابرين جاسم. حبايبي، اليوم درسنا محافظتنا هي محافظة جديدة وهي محافظة بغداد، هي محافظة بغداد. ماذا سندرس اليوم؟ ماذا سنأخذ اليوم؟ سندرس اليوم أنا وأنتم شرح محافظة بغداد بالنسبة إلى موقعها. أولا، موقع المحافظة، الموقع الجغرافي لمحافظة بغداد، تضاريس المحافظة، الموارد المائية التي تعتمد عليها محافظة بغداد، المناخ والنبذة التاريخية. حبايبي، أولا نأخذ تعريف محافظة بغداد. من هي بغداد؟ وهي إحدى محافظات العراق، وتعتبر هي عاصمة وطننا العراق، هي عاصمة وطننا العراق. تقع محافظة بغداد في وسط العراق، تقع محافظة بغداد في وسط العراق. هذا هو حبايبي موقع المحافظة. أين تقع محافظة بغداد؟ تقع محافظة بغداد في وسط العراق، في وسط العراق. وماذا تعتبر؟ تعتبر هي عاصمة وطننا العراق، عاصمة وطننا العراق. بغداد هي عاصمة جمهورية العراق وأكبر مدنه. احنا ماخذين حبايبي أكبر المحافظات الشمالية وأكبر المحافظات في وطننا العراق. أكبر المحافظات من حيث المساحة هي محافظة الأنبار، هي محافظة الأنبار. أما أكبر المحافظات الشمالية، مخصصة فقط المحافظات الشمالية. من هي أكبر محافظة شمالية؟ هي محافظة نينوى. لكن الآن سنأخذ أكبر المحافظات من حيث عدد السكان. أي محافظة تكون أكبر المحافظات من حيث عدد السكان؟ هي محافظة بغداد. مساحتها صغيرة، إلا أن أعداد السكان فيها كثيرة، أعداد السكان فيها كثيرة، حيث تعتبر محافظة بغداد أكبر المحافظات من حيث عدد السكان، وتعود المركز الإداري والاقتصادي والتعليمي والثقافي لوطننا العراق. أما بالنسبة إلى موقعها، تقع في وسط العراق. أين تقع؟ تقع في وسط العراق. إذا إجاني سؤال تكلم عن الموقع الجغرافي لمحافظة بغداد، تقع بغداد في وسط العراق وتعتبر عاصمة وطننا العراق. أما بالنسبة إلى تعريف محافظة بغداد، هي عاصمة جمهورية العراق، هي عاصمة العراق. وأكبر مدنه من حيث شنو؟ من حيث عدد السكان، من حيث عدد السكان. وماذا تعد؟ تعد المركز الإداري والاقتصادي والتعليمي والثقافي. لماذا؟ لأن موقعها وسط العراق وهي عاصمة العراق، عاصمة العراق. توجد فيها المراكز الإدارية، الاقتصادية، المراكز التعليمية والثقافية. هذا بالنسبة إلى تعريف محافظة بغداد وبالنسبة إلى الموقع الجغرافي لمحافظة بغداد. أما بالنسبة إلى تضاريسها، أي سطح المحافظة، ما هي أهم المظاهر التضاريسية لمحافظة بغداد؟ أي أين تقع بغداد ضمن أي منطقة؟ تقع بغداد ضمن منطقة السهل الرسوبي. لماذا؟ لأن منطقة السهل الرسوبي تقع في وسط وجنوب العراق، تقع في وسط وجنوب العراق. وبما أن محافظة بغداد موقعها في وسط العراق، إذن تقع ضمن منطقة السهل الرسوبي. بماذا تمتاز منطقة السهل الرسوبي؟ يلا حبايبي، بماذا تمتاز؟ تمتاز بانبساط سطحها، أي بالانبساط التام. لا ترتفع أراضيها عن 35 فوق مستوى سطح البحر. تقع محافظة بغداد ضمن منطقة فراغ، ضمن منطقة السهل الرسوبي. وتتميز منطقة السهل الرسوبي بفراغ، بالانبساط التام، بالانبساط التام. هذا هو حبايبي موقع محافظة بغداد. مؤشر
الشرق في السهم، هذا هو موقع محافظة بغداد التي تقع في وسط العراق وضمن منطقة السهل الرسوبي، وضمن منطقة السهل الرسوبي. أما حبايبي بالنسبة إلى مناخ محافظة بغداد، مناخ محافظة بغداد هو لدينا المناخ السائد والشتاء والصيف. يجيني السؤال على شكل صف مناخ محافظة بغداد، أو المناخ السائد لمحافظة بغداد هو فراغ. المناخ السائد لمحافظة بغداد هو مناخ الشبه الصحراوي، هو المناخ الشبه الصحراوي. تقع محافظة بغداد ضمن نطاق المناخ فراغ، هو المناخ الشبه الصحراوي لأن موقعها في وسط العراق. كيف يكون شتاءه؟ شتاءه يتميز بقلة الأمطار، يتميز شتاءها بقلة الأمطار، حيث تكون كمية الأمطار فيها تتراوح من 150 إلى 300 ملم. وكيف تكون هذه الأمطار؟ تتسم بالتذبذب والقلة، تكون أمطاره قليلة. هاي بالنسبة إلى الشتاء. أما حبايبي بالنسبة إلى الصيف، كيف يكون صيف محافظة بغداد، المحافظة التي نعيش فيها؟ كيف يكون صيفها؟ يكون حار جاف، يكون حار جاف. تصل معدلات درجات الحرارة في الصيف إلى 45 درجة مئوية، 45 درجة مئوية، أي مناخها مناخ الشبه الصحراوي، مناخها مناخ الشبه الصحراوي. شتاءه قليل الأمطار، تتسم بالتذبذب والقلة. صيفه يكون حار جاف، صيفه يكون حار جاف. كل محافظة تعتمد على مورد مائي يغذيها. ما المورد المائي الذي يغذي محافظة بغداد؟ ما المورد المائي الذي تعتمد عليه محافظة بغداد؟ تعتمد محافظة بغداد على نهر دجلة، على نهر دجلة. لاحظ حبايبي في خريطة الموارد المائية، هذا هو نهر دجلة، تابعوا عليه حبايبي، يمر من خلال محافظة بغداد. هذا هو نهر دجلة الذي مر من خلال محافظة بغداد ويقسمها إلى جانب الكرخ والرصافة، إلى جانب الكرخ وجانب الرصافة. يعود يعود نهر دجلة هو الشريان الحيوي لمحافظة بغداد، هو الشريان الذي يغذي المحافظة. لماذا؟ وذلك لأن نهر دجلة يقسم محافظة بغداد إلى قسمين، جانب الكرخ وجانب الرصافة، جانب الكرخ وجانب الرصافة. نهر دجلة هو الذي يغذي محافظة بغداد ويقسمها إلى نصفين، جانب الكرخ وجانب الرصافة. وبهذا تطورت محافظة بغداد من خلال النمو والتطور العمراني. إذن ما المورد المائي الذي تعتمد عليه محافظة بغداد؟ تعتمد على نهر دجلة، تعتمد على نهر دجلة، أي يجري نهر دجلة في محافظة بغداد ويقسمها إلى قسمين، إلى جانبين، جانب الكرخ وجانب الرصافة، جانب الكرخ وجانب الرصافة. هذا بالنسبة إلى الموارد المائية. لاحظ حبايبي، هذا هو جانب الكرخ، هذا هو جانب الرصافة. نحن الآن نسكن في جانب الكرخ، نحن الآن نسكن ونعيش في جانب الكرخ. هنا تقع مدينة منطقة العطيفية، هذا هو موقع المنطقة، هذا هو جانب الكرخ، وهنا نهر دجلة الذي يقسمها إلى جانبين، جانب الكرخ وجانب الرصافة. لاحظ حبايبي نهر دجلة وهو يستمر في الجريان من خلال محافظة بغداد، هذه هي محافظة بغداد. تشوفون حبايبي أنه نهر دجلة يدخل من خلال محافظة بغداد ويستمر بالجريان حتى يلتقي بنهر الفرات ويكون لي شط العرب، ويكون لي شط العرب. إذن المورد الأساسي والمغذي لمحافظة بغداد هو نهر دجلة، هو نهر دجلة. هذا حبايبي نهر دجلة الذي يقسم بغداد إلى جانبين، جانب الكرخ والرصافة.
ياتي الان الى النبذه التاريخيه لمحافظه بغداد. ان اسم بغداد هو اسم عراقي قديم، هل صحيح ان اسم بغداد هو اسم عراقي قديم؟ نعم، اسم بغداد هو اسم عراقي قديم عن طريق الوثائق التاريخيه. والترتيبات الأثرية أكدت على أن اسم بغداد هو اسم عراقي قديم. من أكد على أن اسم بغداد هو اسم عراقي قديم؟ عن طريق الوثائق التاريخية المسجلة والترتيبات الأثرية، وأن المدينة كانت موجودة قبل أن يبدأ أبو جعفر المنصور في بناء مدينته المدورة. كانت محافظة ومدينة بغداد موجودة قبل مجيء أبو جعفر المنصور. من هو أبو جعفر المنصور؟ من هو أبو جعفر المنصور؟ هو الخليفة العباسي الذي بنى مدينة بغداد، بنى مدينة بغداد وجعلها مدورة الشكل. أي مدينة بغداد بناها سنة 145 هجرية، 145 هجرية. كانت المدينة موجودة قبل مجيء أبو جعفر المنصور. من هو أبو جعفر المنصور؟ هو الخليفة العباسي الذي بنى مدينة بغداد. مدينة بغداد المدورة تقع غربي نهر دجلة في منتصف القرن الثاني للهجرة، أي في أي عام؟ في 145 هجرية. بماذا اشتهرت هذه المدينة؟ اشتهرت بتخطيطها الدائري. لماذا جعل أبو جعفر المنصور مدينة بغداد دائرية الشكل؟ وذلك حصنها بسور وأربعة أبواب لمنع دخول الأعداء إليها، حتى يمنع من دخول الأعداء إلى مدينة بغداد. أما الأبواب لمحافظة بغداد أو مدينة بغداد هو باب الشام، باب البصرة، باب خراسان، وباب الكوفة. لها أربعة أبواب: باب الشام، باب البصرة، باب خراسان، وباب الكوفة. إلى هنا هي بغداد مدينة. متى أصبحت بغداد عاصمة للعراق؟ في العصر الحديث أصبحت بغداد سنة 1921 عاصمة للمملكة العراقية. متى أصبحت بغداد عاصمة؟ بسنة 1921 أصبحت بغداد عاصمة للمملكة العراقية. بسنة 21 ميلادية كان العراق الحكم فيها ملكي. كان العراق في سنة 1921 الحكم فيها ملكي، أما في سنة 1958 كان الحكم في العراق جمهوري. سنة 1958 أصبحت بغداد عاصمة للجمهورية العراقية. هنا جمهورية وهنا المملكة العراقية، هنا الجمهورية العراقية. متى أصبحت محافظة؟ في سنة 1969 حسب قانون المحافظات 159. يجيني سؤال: عدد المعالم التاريخية والحضارية في محافظة بغداد، أو عدد المدن التاريخية في محافظة بغداد. لمحافظة بغداد العديد من المعالم التاريخية، أشهرها أولاً المشهد الكاظمي، ثانياً مرقد الإمام الأعظم، والكنائس والمواقع الأخرى. المشهد الكاظمي هذا هو حبايبي المشهد الكاظمي. تعريف المشهد الكاظمي وتعريف الإمام الأعظم، هذا هو الإمام الأعظم. المشهد الكاظمي ماذا يضم؟ يضم مرقدي الإمام موسى بن جعفر ومحمد الجواد. يضم مرقدين الإمام موسى ابن جعفر ومحمد الجواد عليهم السلام. أين يقع المشهد الكاظمي؟ في أي جانب؟ جانب الكرخ أم الرصافة؟ يقع في جانب الكرخ في مدينة الكاظمية.
المشهد الكاظمي، من اسمه المشهد الكاظمي، أي في منطقة أو مدينة الكاظمية. أعيد حبايبي تعريف المشهد الكاظمي، هو أحد المعالم التاريخية في محافظة بغداد، يضم مرقدين الإمام موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهم السلام في جانب الكرخ في مدينة الكاظمية. أما تعريف الإمام الأعظم، من هو الإمام الأعظم؟ هذه حبايبي صورة الإمام الأعظم. الإمام الأعظم هو مرقد الشيخ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. هو مرقد الشيخ أبو حنيفة النعمان، هو أحد تلاميذ الإمام جعفر الصادق ومؤسس المذهب الحنفي. تعريف الإمام الأعظم، هو مرقد الشيخ أبو حنيفة النعمان، أحد تلاميذ الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو مؤسس المذهب الحنفي. وين موجود هذا؟ أين يقع هذا المرقد؟ موجود في جانب الرصافة، موجود في الرصافة في منطقة الأعظمية، في منطقة الأعظمية. الأعظم، الإمام الأعظم، الأعظمية، المشهد الكاظمي، الكاظمية، المشهد الكاظمي في جانب الكرخ، أما الإمام الأعظم في جانب الرصافة. هو مرقد الشيخ أبو حنيفة النعمان، أحد تلاميذ الإمام جعفر الصادق عليه السلام. وين موجود؟ موجود في جانب الرصافة في مدينة الأعظمية، في مدينة الأعظمية. أما الكنائس الموجودة في محافظة بغداد، تشتهر محافظة بغداد بوجود العديد من الكنائس، هي كنيسة اللاتين الكاثوليك في منطقة الشارجة. كنيسة اللاتين الكاثوليك موجودة في الشارجة، وكنيسة الأرمن الأرثوذكس في ساحة الميدان، وتعرف بكنيسة مريم العذراء. الأرمن الأرثوذكس هي نفسها كنيسة مريم العذراء الموجودة في ساحة الميدان. أما المواقع الأخرى التي تشتهر بها محافظة بغداد أي ضمن المعالم التاريخية، هي المدرسة المستنصرية والقصر العباسي والسراي والقشلة. شنو أخذنا اليوم حبايبي؟ اليوم أخذنا شرح محافظة بغداد من الموقع الجغرافي والتضاريس والموارد المائية والمناخ، وبماذا تشتهر محافظة بغداد بوجود العديد من المعالم التاريخية.